أحسن الله إليكم، إخلاص العمل يا شيخ كيف يكون؟ إخلاص العمل أن العبادة لا يراد بها إلا وجه الله والدار الآخرة، لا يراد بها الدنيا، يعني لا يصلي الإنسان لأجل أن يمدح ويقال ما أقومه للصلاة، ما أكثر صلاته، وما أشبه ذلك، بحيث يجعل عمله خالصا لله عز وجل يريد به الثواب من عنده. بعض الناس ربما يجتهد في العبادة ليقال إن فلانا كثير الصلاة، إن فلانا كثير العمرة، إن فلانا كثير الحج، إن فلانا كثير الصدقات، وهذا يخل بإخلاص. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله لو تأمل الإنسان هذه الآية يتعظ كثيرا. ما خلقت إلا للعبادة، عبادة الله، وش وجودك في الدنيا؟ لتعمر الدنيا، لتبني القصور، لتركب السيارات الفخمة، لترفه جسدك، خلقت للعبادة. ومن خلق للعبادة ينبغي أن يجعل عمله كله عبادة. ولهذا كان الموفقون الكيسون يجعلون عاداتهم عبادة، والغافلون يجعلون عباداتهم عادة. تجد الموفق، وأسأل الله يجعلني ومن سمع منهم، تجده إن أكل يأكل امتثالا لأمر الله، لأن الله أمر به كلوا واشرب، ويقصد بالأكل حفظ بدنه، وهو مأمور بحفظ بدنه. إن أكل يريد الاستعانة به على طاعة الله، فيكون أكله الآن الذي يتلذذ به أكلا وشربا، يكون طعامه الذي يتلذذ به أكلا وشربا يكون عبادة. إن لبس ينوي بذلك ستر عورته وسوءته عن الناس، ثم يتذكر بهذا أنه كما يحب أن يستر عورته الحسية عن الناس، فليستر عورته المعنوية بالتوبة إلى الله. ولهذا لما قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، وهذا اللباس الضروري، وريشا، وهذا اللباس الجمال، قال: ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى ذلك خير. فإذا نوى واستحضر بقلبه عند اللباس هذا المعنى، صار اللباس عبادة. وهكذا جميع العادات، يستطيع المؤمن الموفق الكيس أن يجعل عاداته عبادات، والغافل عباداته عادات. اعتاد أنه إذا أذن يروح المسجد يصلي، واعتاد أنه إذا جاء رمضان صام، واعتاد أنه إذا جاء وقت الزكاة تصدق، وهو في غفلة. ولهذا النية لها مدخل عظيم في العبادات. في الوضوء مثلا، أكثرنا إذا جاء وقت الصلاة أو أراد أن يصلي نافلة قام وتوضأ وصلى، لكن هل منا من يستحضر أنه إذا كان يصلي يمتثل أمر الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين؟ هل يستحضر أنه يطبق قول الله عز وجل: اغسلوا وجوهكم عند غسل وجهه؟ الذي ينبغي لنا أن نستحضر هذا ونخلص لله عز وجل، ونقول: أغسل وجهي امتثالا لأمر الله، أغسل يدي امتثالا لأمر الله، أمسح رأسي امتثالا لأمر الله، أغسل رجلي امتثالا لأمر الله. ثم يستحضر أيضا معنى آخر، أنني أفعل هذا اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأني أشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ،
على هذه الكيفية، حينئذ نحقق في هذا الاستحضار نحقق الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن الإنسان إذا عرف قدره وقدر حياته استطاع بمعونة الله عز وجل أن يقلب عاداته عبادات، وأن يكمل عباداته باستحضار هذه النيات، ويكون حقق قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أسأل الله تعالى أن يمن علي وعليكم وعلى من سمع بهذه النيات الطيبة. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ وبارك فيكم.